في شيء ببالك تبي تشوفينه ولا تبين احط لك شيء على ذوقي؟ لا، في فيلم احلى ابي اشوفه معك. ارسلت لك الفيديو على الواتساب، ان شاء الله انه يعجبك. شنو هذا؟ ما عجبك؟ وين الضعف اللي تشوفه فيه؟ الإخراج ولا السيناريو ولا الممثل؟ شنو يعني؟ انت عبالك لما تصورين يعني هذا دليل اني متورط؟ لا، هذا دليل براءتي من كل شيء.